الراديو 90 90 هواها مصري. عايزين نتكلم بقى عن ابن أصول حمادة هلال. بدأتوا تصوير ولا لسه؟ بدأنا تصوير وقطعنا الحمد لله شوط جامد قوي. حمادة مستمتع معاه استمتاع مش طبيعي, من أجمل الناس بصراحة, أطيب خلق الله ودمه خفيف وقلبه على الشغل وبيحب الناس اللي حواليه جميل وبكير بقى. يا خراش محمد بكير يجنن يجنن يجنن. وبحب أقول المخرج اللي بيبقى أمين على الممثل اللي هو تشتغلي معاه وانتي مغمضة. بكير كده والحمد لله, رامي رزق الله لما اشتغلت معاه كده, وحتى كريم العدل كان بيحبني جدا وبحس برضو ان هو امين عليا لما كان. مين فيهم رشحك للدور؟ معرفش والله معرف. يعني معرفش حمادة ولا محمد بكير ولا شركة الانتاج, انا معرفش. هو سينارجي طبعا, ان انت بتعامل دور انتيم حمادة. هو تركيبة جميلة قوي, هو انسان طيب لكن عارفة الطيب العقر. الطيب الناصح ماسك له كل شغله في الشركة وفي الصغة, وهو أخوه يعني وأبوه حرامية بيحاولوا يسرقوه, وده قاعد لهم زي العسكري الرخم بقى. تمام خلاص. وهو على صعيد آخر عنده قصة غريبة جدا, هو اتولد ومامته ماتت وعنده 4 سنين, ومرات أبوه اللي ربته. تمام. وخلفت أخ, خلفت له أخ, وبعد كده أبوه توفى. فمرات ابوه دي ربته طيبة جدا وبتحبه جدا, فبقت زي ومتعلق بيه, بقت زي امه. وابنها التاني عاق, سبحان الله. فبقى مشاهد وحاجات تركيبات بقى انسانية تجنن. اللي عاملة امي مدام ماجدة منير, يا خرابي. الله عليك يا خرابي على الجمال. بس نفهم من كده حاجة, ان ده مش نوعية الشخصيات اللي انت متعود عليها. للمرة التانية هو الكوميدي اللايت مش الكوميدي الفرس, وشخصية إنسانية زي تيسير. ودي حاجات من الحاجات البسطاني, ان انا بدأت اتحط في مكان مش يلا هاتوا اسلام عشان يضحك. دي حاجة انت ما بتحبش حتة ان انا ابقى كوميدي بس. لا اعمل كوميدي وكل حاجة, بس الواحد لازم يبقى مشته عريضة, لازم يعمل الاتنين, لازم يصل كل حاجة عشان انا ما ملش وعشان الناس ما تملش. لا احنا عمرنا ما هنمل. الله يخليك يا استاذة فاطمة, والله عشان انت بتحبيني. اختي بقى. طبعا. طب قولي بقى, احنا الكام سنة اللي فاتت مسلسلات حمادة كانت شوية فيها نسبة, مش عايز اقول كآبة, بس القصة بيبقى فيها حزن شوية, فيها حتة كده فيها تراجيدي. اللي جاي كده ولا هنضحك شوية؟ بصي, لا هو لايت كوميدي. لا فيه كوميديا وفيه سسبنس وفيه التركيبة برضو بتاعت حمادة, عشان هو يعني حمادة من النجوم اللي ليه تركيبة معينة كده. بس عايز اقولك انه بسم الله ما شاء الله عليه يا رب, متشاف بطريقة كل مسلسلات جدا بطريقه جن. وبرضه عايز اقول لك على حاجه, انا الفتره اللي فاتت كل الحاجات اللي بعملها بتخاطب فئه معينه بالزبط. محتاج قوي اوصل للناس اكتر العاديه اللي في البيوت, فاعتقد ان يعني جمهور حمادة طبعا يعني هيوصلني لحاجه زي كده. طب عايز اعرف الكواليس عامله ايه بقى, ومين معاك والاسامي التانية اللي معاك؟ الكواليس هاديه, يعني بكير كواليسه هاديه, من نوع اللوكيشنات اللي ترني الابره تنزل فيها تعمل ترن. يعني ما فيش بقى الهيصة. خدت بالك انا قلت لك ترن ترمي الابرة تنزل. يعني في جاذبية يا غبية, يعني اكيد في جاذبية بالابرة تنزل, هي مش هتطير في الهواء. صحيح. بص الذكاء خارج, وكل ده عشان بطلع لك مفاجأة. استنى دلوقتي. خلاص لقيت المفاجأة. خلاص مش هقولها لك, مش هقول هلو يا جماعة. خلاص نكمل. هو ايه تاني بقى, كمل لي الكواليس. بس بنقعد بقى نهزر انا وحمادة. حمادة بأكشناتي بتضحكه قوي, يعني هو كل ما يجي مثلا, يعني احنا بنتكلم بنعمل مشهد عادي, بس لو في سكتات انا في السكتات بغصب عني, مش ببقى قاصد, وشي بيملى طبعا رياكشنات. فهو بقى يجي في الحتة دي يفصل ويضحك جامد جدا. ففظيع هو. بص عايز اقول لك, من اطيب الناس ودمه خفيف جدا. وضحكنا قريب كمان بقى في اغنيه اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. ايه رايك؟ اشرب شاي. الاغنيه عملت شغل اللي ملحنها له اوكا اورتيجا, فعارفه الميكس ده بقى حماده هيعمل اوكا اورتيجا. ف